هاي آخر مرة تشوفوني بهذا اللون الشعر. بعد 12 سنة لون أشقر بكل ألوانه أشكاله درجاته، قررت اليوم هصبغ شعري لون جديد، عن جد جديد، عن جد تغير. المرة هاي حيكون شي حتشوفوه خلال الفيديو، لأنه هلأ أنا صراحة رايحة ومش عارفة كيف حيطلع اللون، متوترة لأنه رح أودع اللون الأشقر بعد 12 سنة. تخيل 12 سنة أشقر، أوه ماي جاد، سنين عشتي باللون ده، لحظات شفتها باللون ده، حاجات وذكريات، إلى اللقاء. عم تتخيلوا مش عم بأوبر 12 سنة، يعني هذا عمر. أوكي، قبل ما أغير رأيي، ممكن هلأ أقول لكم لا طب أقفلوا الكاميرا ويلا ما بديش أسوي شعري وخليني أشقر. فخلينا هلا القرار السحامي، حطلع هلا على الصالون، انه هلا فتحوا الصالونات، اخذت موعد ورايحه بسرعه اصبغ شعري وارجع البيت. كمان بعد ما يزبط شعري وكل شيء ان شاء الله يزبط، راح ابعث صوره لبعض صحباتي اليوتيوبرز وهم حيكون شايفين اللوك اول ناس اللي احط في انستغرام وهيك في الفيديو، يعني بالقناه، ويقولوا لي رايهم الصريح بلون شعري، لان هم شافوني بس بالاشقر. هيا اكبس الزر الاحمر عشان تنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا. مش بقى كثير على 800,000 مشترك، همتكم حبايبي، كثير متحمسه نوصل مع بعض سوا. تابعوني على انستغرام، كثير متفاعله بالانستغرام، اول باول اخباري بالانستغرام. بشوفكم بلون شعر جديد ومحمسه وخايفه بنفس الوقت. اهم شيء حبايبي معدات الطلع للوقايه، جلافز، سانيتايزر والكمامه. يلا يا ربي، الدنيا حار حار مش طبيعي. لابسين الكمامه وصلت الصالون، شوفوا الاهتمام شو لبسوني، لابقة على الدرس تبعي عشان تعرفوا الأزمة هيك. هلا أنا مع زيان وراني عم بيشاوروا لي على اللون، يا بي قديش متوترة وضفة، الله يستر. لا واثقة فيكم. أكيد لازم. المكان الصح على بادي، المكان الصح. لونه كان مرة مش أي شيء. إيه والله عن جد. الحمد لله بالكمامة طبعاً. بصير عندها حبايبي. وهلا خلصنا اللي هو الشيء الاول بالشعر، انا مش عارفه تفاصيل ولا شو الالوان ولا شيء، فعملنا هلا الخطوه الاولى، حنقول عليها الخطوه الاولى. عمل لي شيء هايلايتس، تمام، كثير كثير محمس لاشوف اللون للمليون. قديش رح نستنى اللون؟ اوكي، يعني شي 10 دقايق ونبلش بالخطوة الثانية. هلا بلشنا بالخطوة الثانية. يا هلا الخطوة الثالثة. حسه كثير غامق هيك. يعني صار كثير غامق. اسود اسود ثلاثة. اي انا بحسه اسود، انا ما طلبت منك تسوي اسود، ما توقعته هيك يطلع. حبايبي جينا على المرحله اللي كنا استناها، حنغسل شعرنا. شوفوا شوفوا، قالب على بني شوكليت. زيان غمق اللون. خلص نيو لوك هيداك. نيو لوك ايه ايه، بس متوتر، حاسه شكلي تغير اوريدي، هو هيك وشكلي تغير. ما شفت النتيجة، أنا ما راح أشوف النتيجة هلا غير لما ينعمل ويفي وكل شيء، كل شيء راح أشوف النتيجة. أحلى شيء مرحلة الغسول، حاسة حالي كأني حاطة حنة. زيان ندمت أنا. شو لا بالعكس، الله تحبي بس يخلق. بس لا متوقع شو؟ ربع ساعة بس حسيت، لا مش هيك كنت حاطة في بالي. أجمل عن جد؟ حطفي الكاميرا واستنى. طبعا انا حاطه هذا الافكت عشان ما تشوفوا اللون، خليه زي هيك تمام لين ما يستشور ويتظبط عشان تشوفوا اللون مظبط ومرتب وكل شيء. هلا بقول
الشمال اخر شيء فاينل ايوه هذا هذا اهم شيء رامي مع الكمامه مش عم يطلع صوتنا جاي مع ولا ولا تعابير وجهنا مبسوطين ولا شيء شي. لا شوفونا نحن حلوين لا لا حلوين يغزل عين عليكم انا بعمل ايه هاي احلى شقتي مين هاي لسه متحمسين تشوفوا اللون انا بس اخلص اعمل ويفي واشيل لكم الابيض والاسود هاي الافكت وارجيكم اللون كيف زيان اسود صح أسود. بس انا زعلانه منك بشغله يعني انا قلت لك ما تغمقوا هيك اسود انت عم تراديني هلا انا شو بدي اعمل هلا يعني انت ما سمعت نصايحي قلت لك بدي بني عسل على الاقل بس هذا اللون اسود لا درج الاسود هلا بس مش حلو علي جنن مصدومة من الفرحة مش عن جد والله حاسة حالي مش أنا أيوان Thank you حبايبي رجعت البيت سارة معاكم عن جد تغيير جذري من بعد 12 سنة واو عم طلع على حالي بقول مين هادي أنا نفسي مصدومة بس فرحانة يعني عجبني اللون ونفس الوقت مش ماخذة على اللون عم بقول أوه ماي جاد تغيرت عن جد تغيرت انتو اكتبوا لي بالتعليقات ايش رايكو باللون بكل صراحة وبتقبل كل انتقادات جاهزة ديدي مايا حلو لون شعر مامي حبيتي شعر لون مامي الجديد حلو حبيتي مايا مصدومة كنت طلع فيه وتملس على شعري ميمي حلو مين هاي؟ هلأ بدنا نيجي على فقرة البنات اليوتيوبرز اللي حيردوا علي بردة فعلهم فيديو لما شفوني ولأول مرة أوكي؟ فهلأ حاخد من غير طبعا فلتر عشان يشوف اللون على حقيقته أوكي سيفت الفيديو وهلأ بدي أحفظه وحنبعت للبنات شو رايك حبيبتي شو رايكم حبيباتي بعدت هلا الفيديو وراح استنى هلا ليردوا البنات وبعدين اورجيكم ردة فعل هون بالفيديوز ان شاء الله بس ما ينصدموا لان انا مصدومه مين رد اوكي خلينا نجمعهم كلهم مرة واحدة واشوف الردود تمام؟ برجع لكم. استنت هلا كل الفيديوهات من البنات وراح افتحهم معاكم اشوف ردة فعلهم كثير متحمسة لاشوف لاني مش راضي افتحهم هلا غير قدام الكاميرا، وثاني شيء هلا احنا فطرنا وخلصنا ما بقي على السحور غير تقريبا شيء 3 ساعات او ساعتين توقيتي، كثير متحمسة لاشوف. حبلش بالدور. يلا شادو بعدت اول وحدة، يلا يا شادو. اسمع رح اقول لك بكل صراحة اللون بسطل عليكي عن جد عن جد عن جد احلى احلى من كل الالوان اللي عملتها بحياتك هذا اللون كتير 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 بناسبك على فكرة وحسيتك بتشبهيني بعرفش ليش حسيتك بهذا اللون يعني كتير قريبة مني من شعر يعني مش هذا اللي قبل كان كتير كتير حلو عن جد بتجنن حبيبتي حبيبتي شادو الله يسعدك ويخليلك اللون حبيبي شفته كمان بالفيديو حبيبتي ثانكيو لك عينك الحلوة كثير شو مرة حكيني اوه ماي جاد خجلت نيجي على صبية الثانية شيماء اوه ماي جاد عن جد سارة كثير 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 انصدمت من اوه حبيت اللون كثير 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 حبيت اللون وحبيت التغيير وحبيت او ماي جاد دائما حبيبتي وكثير كثير 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 لابق لك يا ربي حبيبتي شيماء عيونك الحلوه يا ربي مش عارفه اتكلم انا مش عارفه اتكلم الكلام الحلو والله مش اي كلام يسعدك يا رب وبتجنني بتجنن اللي بعده بنت الثانيه كثير بحبهم ساره ولما خلينا نشوف شو بعتوا لي ساره بعتت لنا فيديو للون شعرها الجديد وهلا رح نشوف كتير حلو كتير حلو أنا كتير بحب هذا اللون
الشعر بصراحة كتير 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 حلو عليكي. أنا يعني حس إنه هلأ التنين كانوا حلوين اللي قبل وهلأ، بس أنا حس هذا أحلى. لا بقلك أكتر، لا بقلك أكتر، لأنه أنا كتير بحب هذا الألوان على الشعر. شو رأيك سارة؟ كتير حلو كتير، لا بقلك يعني ستايل بجنن. والله أنت اللي بتجننه. أدوب أدوب الكلام، والله يعني ما توقعت، أنا ما توقعت هيك يحبوه يعني عن جد. شكراً، عيونكم الحلوة، أنت المزوقين يا لما، خلاص تمام يعني كتير. والبنت الأخيرة اللي حتعطيني ردة فعلها سارة حبيبتي، لايف السارة. الشعر عليك طالع بيجنن، وأنا حسيته أكتر صغرك يعني خلى عمرك أصغر شوي، ولبقلك أكتر من الأشقر، فأنا كتير كتير مبسوطة على التغيير اللي عملتيه وبدعمه زي ما أنت شايفة. أنا قصيت شعري كمان، فgood luck. Thank you, thank you سارة، بتجنني ما أسكاكي. تقول حبيبتي سارة أنا قلت لك أنا قبل، بس أنه مرة تانية نعيمة على قصة شعرك، كتير حلو عليك طول الشعر هاد، ولبلك كتير كتير حبيته عليكي. والله كلكم 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 بحبكم، يا بختي بصديقات زي هيك، حلو الواحد يكون صديقات زي هيك وبحبهم، يعني ببين المحبة عن جد مش مجاملة. وأنا كتير سعيدة أني سمعت آرائكم كلكم من غير ما في اصطناع أو تمثيل، أنه عن جد أنا يعني بعت لهم بس الفيديو وتهم احكوا لكم بكل صراحة اللي بدكم اياه، ومبين عليهم وهم بيصوروا الفيديو من عيونهم ان هم عن جد حابين هاد اللوك تبعي. يا شو فرحوني. انتوا هلا اجا دوركم يا حبيباتي نوتيلاتي، تحت بالتعليقات تكتبوا لي شو رايكم بكل صراحة لون شعري الجديد. ويا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اذا حبيتوا الفيديو وانبسطتوا حسوا هيك في طاقة ايجابية وفي تغير جذري لسارة، اعطوني لايك هيك، ما تبخلوا علي باللايكات. اذا انتوا جداد او ما تشوفوني اشتركوا على الزر الاحمر، اكبسوا عليه عشان تنضموا لعائلتنا. صدقوني الاشتراك ما بياخد شيء ولا بيخسركم شيء، بالعكس بتفرحوني وبتخلوني اشجع اعمل لكم فيديوهات اكثر، وانتم بتنبسطوا كمان. يعني اشتركوا بالقناه، يعني اشتركوا، خلينا نوصل 100,000 مشترك، مش باقي كثير. حبايبي تنضموا لعائلتنا، اكيد انتم ما بتقصروا. ان شاء الله تكونوا انتم يعني عم تحبوا القناه تبعيتي واللي بقدمه هيك، واذا عندكم اقتراحات شغلات كتبوا تحت التعليقات، تابعوني على انستغرامي، انستغرامي انا متفاعله فيه اول باول، واستنوا شغلات جايه كثير بخصوص العيد وميك اب وشغلات في انستغرامي، هاد هو ضيفوني عليه. انا بحبكم كتير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي باي.